طيب يا شباب، بالنسبة للدولار ين، أنا مش عارف احنا واقفين في المنطقة ديت بقالنا حوالي أسبوع وشوية، فشوف ايه آخر الأخبار. اهو كاتبين الخناقة الكبيرة ما بين المصدرين والمستثمرين، في ناس عايزة تدافع عند 110 اللي هم شايفين ان هو هينزل لمية، من 110 ل 105، والمصدرين والمستوردين. المستوردين برضو كل ما ينزل لغاية 70 أو 60 ويروحوا مطلعينه تاني، فناس بتبيع عند 110 وفي ناس بتحمالة تشتري في المنطقة دي. حتى هو هنا في بالأخبار يقولك حوت قصاد حوت، فعشان كده الناس مستغربة ايه اللي بيحصل في الدولار ين بقالنا فترة. فطبعا لازم فيهم واحد يعني لو ده ما اشتراش في المنطقة دي ساعتها السعر هينزل. فطال عمره بقى بتاع البنك المركزي بيحاول يحل الموضوع ما بين المصدرين والمستثمرين. انت شايف اهوت ما بين 109 و 110، وكان والمشكلة ان البيد شايف ب 2.4 بليون دولار، يعني في 2 بليون دولار عند 110 معمول لهم بيع، وفي نفس الوقت عند 189 برضو بيحاولوا يدافعوا عن الخط ده 60 70، فعشان كده المأمورية صعبة شوية. فاحنا نسيب الخناقة دي على جنب، واخد بالك، لغاية لما نشوفه هيحلها ايه. احنا لسه في السل في الدولار ين من قريب، من 109، ولما طلع علينا زودنا عند 110 واحنا مستنيين، والبريك ايفن بتاعنا عند تقريبا 61. يعني لو الماركت نزل للمنطقة دي ممكن نقفل كل السل اللي احنا عاملينه هنا، بس احنا كان معانا سل من عند 108. فالافريج كوست بتاعنا لو نزلنا للمنطقة دي ممكن نقفل، بس انا املي ان هم ينزلوا وتحت الخط ده، لانه لو وصل للخمسين معناها ان احنا هنبتدينا. بس انتوا فاهمين دلوقتي السبب، الخناقة الكبيرة بين المصدرين والمستوردين وإيه سببها، وكل واحد محكم رأيه، وحتى هما بيقولك حوت قصاد حوت، عشان كده الماركت ما بيتحركش. فأنا أتوقع كده برضو إيه يوم الجمعة. في يا شباب حمد، فغالبا لما بنسافر في دول زي ما قلت ساعات بيبقى النت مقطوع في الدولة، أو لما بتيجي تدي محاضرات للشباب بيبقى تحس إن النت ضعيف في الأوتيل أو حاجة، فهو يمكن خايف من دي. أنا معرفش هو في بلد وإحنا في بلد زي ما قلت، فأنا معرفش هو بيقول كده ليه. فإحنا يعني إيه هنحاول ندور على تريدات ونستنى حمد لما يدي، بس محدش ياخد من الصفقات دي معاه شباب، لأن أنا مش عارف إيه الموقف عنده. عشان كده أنا لما بطلع برا أو أي حاجة بيكون معايا الإنترنت بتاعي، لأن ما بعتمدش على الواي فاي بتاع الأوتيل، لأن ممكن ساعات يبقى الضغط كبير، عندك 500 أوضة وكل واحد بيستعمل الإنترنت، فساعات بتبقى بتقابلنا مشكلة أحيانا لما بنطلع ندي محاضرات بره، بيبقى المشكلة في الانترنت احيانا. فتيجي تدخل التريد عايز تجيب الشارت ما انتش عارف تطلع بيبقى. فعشان كده انا بستعمل الانترنت بتاعي باستمرار، معايا الانترنت بتاعي بيشتغل على طول، وبعدين بينفع. انا ممكن ابقى في القطر مثلا تحت التانل مش عارف ايه، القطر يقف شوية، القطر اتأخر، بيبقى معايا اللابتوب بفتح وايه واتابع السوق
فيعني مش غالي، هو $50 في الشهر او حاجة، بحيث ان انت يبقى انت معاك انترنت في اي حتة، في القطر، في الاتوبيس، مش عارف، يعني في اي حتة بيبقى معاك. ف انا افضل كمان انتوا يا شباب يعني ايه يكون معاك الانترنت بتاعك في اي حتة، ما تعتمدش على اي انترنت في اوتيل او في مول او حاجة، يستحسن يبقى معاك، خصوصا انت بتتريد. طبعا انا عارف الشباب كله بيتداول من التليفونات دلوقتي، بس يستحسن تعتمد على الداتا بتاعتك والانترنت بتاعك، لانه لو اعتمدت على داتا في المول او حاجة ما بتبقاش قوي. انا متعود اشرح، كنا بنشرح وبنقول داخلين وطالعين وعاملين والكلام ده. اتضح ان الطريقة دي ما بتنفعش مع بتوع الشرق الاوسط، يعني احنا انتوا ما بت طريقة التعليم بتاعتي دي انا هغيرها مع بتوع الشرق الاوسط، وهنعمل، مش هنقول بقى داخلين وعاملين 5000 في ديت و5000 في ديت و1000 في دي و2000 في دي، لا انا مش هشتغل بالطريقة دي بقى بعد كده. في طريقة تانية انا هشتغل بيها، وهي ديت يعني قررت ان هي دي اللي تنفع مع بتوع الشرق الاوسط، ان هم مهما تقول بقى بلتزم بالتعليمات وبلتزم بتاع، بتقول حاجة والناس اللي في دماغها بتنفذ حاجة. بمعنى ايه يا شباب؟ انا بقى هجيب لك من نهاية الفيلم من الاخر، يعني انا تملي ايه بشرح بالترتيب والبتاع، لا انا عايز هجيب لك بقى من نهاية الفيلم وارجع بيك عشان تعرف انا بتكلم اصلا على ايه. لو انا مثلا عندي حساب و ب 5000 او 20000، ورحت داخل 6 و4 و6 و6، والحساب ابو 30000، بصيت لقيته ناقص 20000، وكل التريدات دي فاتحة وخسرانة، عشان انتوا ايه مش متخيلين الماني مانجمنت، وبتقعدوا تتريقوا على الماني مانجمنت. انا لو معايا حساب ب 30000 وداخل وخسران 20000، وده منظر الحساب، وبقول لك حاول بقى ايه طلعني من الوضع ده. انا معايا 20000 والحساب فيه 25000 30000، وبقول لك طلعني. هتتصرفوا ازاي يا شباب في الموضوع ده؟ هل في حد يقدر يطلع من التريدات ديت ويخلي الحساب 30000 تاني زي ما كان ويرجعه زي الأول؟ كله سكت. هو ده اللي بيحصل لكم، ما بتستعملوش الماني مانجمنت، ويبقى معاك مثلا 1000 ولا 2000 و3، وتبص تلاقي نفسك داخل بلط كبير، وتعالى بقى اتصل بأحسن متداول في العالم ولا بتاع وقول له خرجني. محدش هيقدر يعمل لك حاجة. يعني انا اطلع ازاي انا من موقف زي ده؟ معاك 6 لات باون ين، معاك باوند فرانك 6 لات، معاك دولار ين، ومعاك اوس ين، ومعاك 20000 درو داون. انت عشان تطلع من الخسارة دي لازم تعمل صفقات، عايز لك 40 50 الف عشان ترجع ال 30000 بتوعك تاني. شوف بقى، يعني انا سايبكو اهو يوم واتنين وتلاتة، وطلعوني يا شباب من التريدات دي. انا عايز واحد يجي يقول لي هيطلع ازاي. لو واحد جاب لك صفقة وقال لك انا اهو، اتصرف يعني انا بذمتك حد يعني احسن تريدر في العالم هيطلعك من الموضوع ده وانت متورط بالطريقة دي؟ مفيش، ما حدش هيعمل لك حاجة. ما حد لما يكون مين حتى، ما مش هيطلعك من التريدات دي. لان تملي يا شباب، لما بتدخل صفقة، افرض انا داخل سيل في الاوسيان، ماشي، و ممكن يجي لي خبر تويتا من هنا، كورونا من هنا، مش عارف ايه، ممكن لو انا داخل ب 6 لات ممكن تجي لي حركة شمعة كبيرة، 100 نقطة، 200 نقطة، ال 6 لات دول هيبقوا ماينس 30000 والحساب راح على طول. فليه انا احط نفسي في الموقف ده؟ ماشي، انا بس بفهمك
على اساس ان انت تعرف انت رايح اخرك هتروح لفين لو انت ما اتبعتش الماني مانجمنت. كوني بقى ان اقول لك 1% او 5% النتيجة بتاعتك هتبقى بالطريقة دي لو انت ما اتبعتش، تدخل ان شاء الله في اليورو دولار وانت معاك 1000 دولار وتروح داخل بولات، يبقى انت كلك محتاج بس 100 نقطة عشان تتمرج. فادخل بلات صغير، لان اللي هيحصل النتيجة كده هوت، وهتبقى دي هتقول تدور على حد تقول الحقني ومفيش حد هينفعك. بصراحة انا بقول لكم اهو، ده من الاخر من خلال خبرتي. فانا غالبا كنت بعلم الاول بالطريقة اللي هي ايه، هنعمل كده يا شباب وهنلاقي مربعات، هنلاقي مش عارف ايه وتدخلوا ماني مانجمنت. لا انا ما بعلمش بقى بالطريقة دي دلوقتي، الطريقة بتاعتي دي دلوقتي اهي المنظر كده، هجيب لك حساب اهوت واقول لك طلعني منه. هو دي الطريقة الجديدة، حساب متورط ويقول لك طلعني، عشان تحس من اولها وتعرف ان الله حق، وتبقى انت عارف حدودك ايه وامكانياتك ايه. ماشي، ادي مثلا انا حسابي ب1000، حلو، ورحت داخل 5 6 صفقات، ودلوقتي مثلا حسابي فيه 200 دولار، وبقول لك خرجني. يعني انا خسران 800 و خرجني من الموقف ده. مفيش حد، ولا رضا ولا حمد ولا انا ولا اي تريدر في العالم هيقدر يطلعك من الموضوع ده. لو انت بقى متبع إدارة رأس مال من الأول، يعني هو 1000 أنا داخل ببوينت وان وبوينت وان كده، وناوي أدخل في 5 6 تريدات، المفروض التريدات دي كلها 2% من الحساب ده، يعني المفروض ما زدش عن 20%، يعني 20 دولار في كل تريدة. لما أجي في قدامك حلين بقى، لما يكون الحساب صغير قدامك حلين، يا تحط ستوب لوس 20 نقطة وتخلص، يا الا لو انت ناوي تزود مرة والتانية، ما تزودش في 5 6 7، تفتح لي 7 8 تريدات وكل واحدة تزود فيها، ده ما يبقاش ماني مانجمنت. فاهمين يا شباب؟ فالنقطة يعني انا الطريقة دي كده لما احطك بقى في الموضوع في الصورة من اخرها، واقول لك الموقف هيبقى كده في النهاية، انت يعني متهيألي هتتبع بقى الماني مانجمنت في الاول، لان ما انتش عايز الحساب يوصل بالمنظر ده واقول لك انا ماينس 20,000 وطلعني. صعب، ما فيش حد هيعرف يطلعك من الارقام دي، ولو اي حركة الماركت اتحرك عليك اتمرجنت وراح الحساب، نفس الحكاية هنا هو. فانت لازم تبقى محدد هدفك. حسابي ب500، يبقى انا مش هدخل 8 تريدات، انا هخليني في تريدة واحدة او ادخل واحدة وازود. ماشي، مش هدخل في 7 8 تريدات وكل واحدة ازود فيها، الحساب مش هيكفي. هو الحساب يكفي تريدة او تريدتين. لو انا حاطط ان انا ازود، مثلا انا دخلت سيل، انا معايا 1000 دولار ودخلت سيل هنا، وناوي حاطط في دماغي هزود مرتين كمان، يبقى مش هدخل ببوينت 1، انا هدخل ببوينت 0.5، ادخل بوينت 0.2 وبوينت 0.2 وبوينت مثلا 0.4، يبقى كل دول بوينت 0.5 بالكتير قوي، يعني يعتبر نص لات. ومعايا الحساب لو خسرت من التريده دي يبقى خسرت 50 دولار على الاقصى او 40. مش هدخل بقى بوينت 1 هنا وبوينت 1 هنا وبوينت 1 هنا كده، يبقى لو الماركت طلع عليا هبص الاقي نفسي خسران 70 نقطة أو 100 نقطة أو 1000 نقطة، نص تلات أرباع الحساب راح، ماينس 700 من 1000 راح لو أنا داخل ببوينت 1 من الأول. لو أنا داخل برقم كبير يا أحط ستوب لوس وهيبقى هو رقم كبير، يا التريدة تمشي معايا وأعمل فلوس يا إلا أطلع منها. حاطط في دماغك إن أنت تزود، يبقى تشتغل بلات صغير. انا غالبا ببقى عامل حسابي ان انا داخل وهزود بعد كده، ممكن ازود هنا ازود هنا ازود هنا، لو رجع بقفل. انا طبيعي بعمل كده. والله دخلت والتريده مشيت معاه من الاول، خير وبركه، مش محتاج للتزويد، فانا بدخل تملي بلات معقول.
فنفس الحكاية انت ايه بتتبعها على ادارتك للحساب. شوف حسابك قد ايه، اعمل حسابك هل هتحط ستوب لوس ولا مش هتحط ستوب لوس، هل ناوي تزود ولا مش ناوي تزود. لو ناوي تزود يبقى تقلل كمان اللوت، ما تبتديش ببوينت 1 في المنطقة الأولانية، لا ده انت تعوز بقى تقلل كمان، واخد بالك ليه؟ لأن أنا مش عايز أخسر 2% من قيمة الصفقة. لو حسابي بـ1000 أنا مش عايز أخسر من إلا $30 في التريدة دي، فأنا مش معقول هدخل ببوينت 1 ولو اتحرك عليا 20 أبقى أنا أوريدي ماينس 20، لا أنا عايز أكون بوينت 0.02 بحيث إنه لو اتحرك عليا هتحرك عليا $3 $5، ولو زودت تاني اتحرك عليا بقيت $5 لسه في $20 قدامي ألعب فيهم، ولو خسرتهم يبقى لسه في $980. فاهمني؟ عشان كده انا ابتديت اعلم بالطريقة دي دلوقتي، مش هعلم بالطريقة التانية اقول لك اه هندخل هنا ونطلع هنا وندخل هنا ونطلع هنا وعملنا كذا، لا ما ينفعش. لازم اجيب لك الصورة الصعبة بقى الاول عشان انت تعرف انت رايح لفين، عشان لما تدخل في دخلة زي دي عمرك لو انت عارف ان انت النهاية بتاعتك هتكون كده عمرك ما هتعملها، هتتابع رأس المال. عشان كده هوت انا بقى ما بعلمش دلوقتي هندخل كذا وهنطلع كذا هندخل كذا، لا انا اعلمك الاول، اول حاجة لازم اعلمك ازاي تدور رأس المال، لان لو ما دورتش رأس المال كويس هتكون دي النتيجة، هتخسر نص حسابك تلات ارباع حسابك وما انتش عارف تخلص. ما فيش حد تصدقني، انا نفسي مش هعرف اطلعك. لو اتصلت بيا وقلت لي اعمل ايه في وضع زي دوت هقول لك يعني. طيب افترض انك اتحطيت في موقف بقى، يعني انا بقول لك اصلا الموضوع ده غلط، ما تدخلش بالتريدات دي كلها وبالارقام دي. طيب افرض ان انت في حسابك دلوقتي 4 تريدات وعايز وقدامك مثلا 10,000 وقدامك التريدات دي كلها داون. لو سبت التريدات دي كلها بالطريقة دي ممكن اي حركة كده 50 نقطة في كل عملة تمرجن، تعمل ايه حضرتك؟ تروح جاي عامل هيدج في 3 تريدات وتخلي تريدة واحدة، تخلص من التريدة الاول وبعد كده تروح ايه لتريدة تانية، تطلع منها وتروح ايه فاكك الهيدج في التريدة التانية وتتعامل مع التريدة التانية. يبقى انت خلصت الاولى وبعد ما تخلص التانية تروح فاكك واحدة من دول، فلازم تهدج عشان ايه تأمن الحساب ليه، وتشتغل بقى بالموني مانجمنت، ولازم يكون في فكر. ساعات بيجي يقولك يجي واحد يدخل لك ايه، يدخل مثلا هو حسابه مثلا بألف لط يروح داخل ببوينت 2 هنا في البداية، يجي يطلع يروح داخل هنا هوت ببوينت 1، يطلع ببوينت 5. طب انت داخل الكمية الكبيرة هنا هوت، فمهما هتعمل هنا او هنا او هنا انت محتاج ان الماركت ينزل جامد عشان تعوض التريدة الاولانية اللي داخل فيها. فانت لو حاطط في دماغك ان انت تزود ابتدي بواحد صغير او اصغر حاجة، اصغر لط لازم يكون في تحت والكبير يبقى هنا والكبير هنا، بحيث ان هو لو رجع شوية تلم الموضوع وايه وتقفل. ما تدخلش بلط كبير قوي هنا ولو طلع عليك ده كله تفضل تزود 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 وايه المارجن بتاعك اتاخد. فهمت يا شباب؟ فالمفروض ياريت تبقى شايف المنظر ده في دماغك، عامل الحسبة دي، لأن ده نهاية الفيلم. هو كله بيدخل يقول لك اه أنا هعمل وعملت 2000، عملت 5، عملت 6، لكن محدش بيشرح إنه لو بوظت الماني مانجمنت المنظر هيكون إيه. فأنا جايب لك الصورة هاي من أولها عشان تبقى شايف المنظر وعارف أولك من آخرك. لو ما اتبعتش اسلوب الماني مانجمنت على حسابك هيبقى ده منظرك، هتدخل في اي صفقه. يعني ما بقولكش هتكون غلطان، او ممكن انا اجيلي بدخل صفقه ابص الاقي في نيوز جات، لا تويته جات، خبر جالي
من اي حته، عمل شمعة 100 نقطه 300 نقطه، افرض انا داخل بالرقم كبير، الحساب راح. اعمل حسابك تملي لما تدخل اي تريد، ببقى انا حاطط في دماغي ولو حصل وجت صفقة كبيرة وطلع. يعني افرض مثلا انا قلت يا شباب احنا هندخل في الكادين سيل، ورحنا داخلين في المنطقة دي اللي هي في المنطقة دي، حلو. انا تملي وانا بدخل في اي صفقة ببقى عارف ان هتجيلي شمعة مثلا كبيرة يروح محركة الماركت عكسي. السؤال اللي اسأله لنفسي، هل انا الحساب بتاعي مستعد انه لو طلع علي هزود في المنطقة دي ولا لا؟ ما جيش انا معايا $1000 اروح داخل بولط ولو طلع عليا شوية كده الحساب اتمارجل، لا. انا ببقى عارف معايا $1000 في الحساب، هروح داخل سيل مثلا ب.01، بحيث ان لو جالي شمعة 100 نقطة ولا 200 نقطة ولا حاجة انا ماينس كامل الحركة دي، 18 نقطة ماينس بتاع، يبقى انا خسرت $30. يعني .01 يبقى انا خسرت ايه، $30، مع ان التريد عملت فلوس بعد كده. وساعتها انا ممكن ازود واحد هنا خسرت، ولو طلع عليا يبقى خسرت $5 من الالف، ومعايا $990 لسه. حتى لو انا غلطان في التريدة دي وغلطان في التريدة دي، التريدة عملت فلوس في النهاية، يعني عرفت اطلع منها وانا سليم. واحد بقى هيقول لي ايه، وهي بقى ال$2 ولا ال$3 دول هيعملوا ايه؟ ما هو انت بتدخل 20 تريدة في اليوم او 30، تعمل 30 هنا و40 هنا و50 هنا وبتاع، في نهاية اليوم لو عملت على ال$1000 $70 $100 هي هتعمل. يا جماعة اتبعوا الرول، اتبع الرول، احنا ما بندورش على فلوس، احنا بندور على ازاي تدير رأس المال وتعذب الماركت ميكر عشان ياخد الفلوس. يعني انا عايزك تعذب الماركت ميكر عشان ياخد منك فلوسك. $2 يعني بالعافية، واخد بالك؟ كلنا بيجيلنا اخطاء، وكلنا بيجيلنا فاكر ان مثلا حاجة ان مثلا، يعني انا كنت مثلا داخل في S&P 500 من 6 شهور، اللي هو ده اقول لكم على مثال حصل وياي. ودخلت في الثيري واليو اس اهو الاس بي 500 والكلام، شايف انا داخل من 6 شهور بالظبط لما كنا هنا هوت في المنطقة دي سل وطالع، هو بمبلغ صغير. انا كنت كل اللي انا حاطه $500 على التريد دي، يا ال500 يعملوا 5000، يا وداخل ببوينت صغير، ببوينت طلع خسرت، طلع خسرت كسبت، طلعت نزل طلع خسرت. ال$500 قعدوني شهرين او ثلاثة يعني. بس ايه التريدة دي طلعت عليك كم مرة؟ يعني التريدة دي كل نقطة ب50، يعني طلع على الماركت عليك بال$500 دول عشان الراجل ياخدهم منك، لازم يتعذب يقعد 3 شهور عشان ياخدهم منك. يعني مش حي... ولغاية دلوقتي طالع برضه. فأنا قصدي الماني مانجمنت مهمة، مش مهم ان انت تخسر، بس عايزك الفلوس بتبقى بتاعتك ما تخسرهاش بسهولة، تعذبه عشان ياخد ال$500. لكن ما جيش انا هنا هوت ال$500 اروح داخل سيل بلط كبير يروح طالع عليا هو على طول سحب ال$500، ماشي، احط 500 تانيين هوب 500. يعني الحركة دي لو انا كنت يعني غلطان، وانا في ناس داخلة بملايين بملايين وبليون دولار كانوا داخلين سل في المناطق دي وعارفين ان الاس ام بي هينزل هنا او كده
ويعملوا البليون، يعمل 3 بليون والكلام دوت. طلعنا غلطانين، ما فيهاش مشكلة، غلطان انا بحط تريد ستوب لوس، والله هو ده اللي انا هلعب بيه، نفعت معايا نفعت، ما نفعتش خلاص. ال 500 اعملهم 5000 اخسرهم، كوني بقى اخسرهم في شهرين ثلاثة، المهم ايه، مش هخسرهم بسهولة. وتقعد تعافر وتطلع وبتاع وتدخل، وبكره ينزل وبكره ما بين، وهو الماركت كل يوم يعمل لي نيو هاي، كل يوم يعمل لي نيو هاي، كل يوم يعمل لي نيو هاي. طبعا انا لو ما كانش في سيطره وداخل بحساب 200,000 ولا 300,000 كانوا كلهم طاروا في حركه زي دي، لان في ناس كتيره خسرت في الاس ام بي ان هو طالع بالمنظر ده. ولغايه دلوقتي الناس، انا برضه مستني، انا حاسس ان هو هينزل، حاسس بتاع، بس برضه مفرمل نفسي ومش عايز اشتغل بارقام كبيره. فانا بقول لك يعني حتى لو حسابك صغير صعب، خلي الماركت ميكر يتعذب وهو بياخد الفلوس، مش هياخدهم منك بسهوله. يقعد ال 500 دولار دول تقعد بيهم شهرين ثلاثه، مش يضيعوا في يوم. ما تعمليش صفقه زي ديت تبص تلاقيهم خدهم منك في ربع ساعة 20,000 ولا 30,000. أنا بس بوصل لك المرحلة، كلنا ممكن ندخل في تريدة ونغلط ونعمل وبتاع، بس أنا عايزك تمانج الصفقة، فاهمني؟ هي دي بس الفكرة بتاعت الكلام ده، ماشي؟ فأنا بجيب لك المنظر الصعب الأول عشان تشوفه وتبقى عارف الماني مانجمنت مهم قد ايه. وكده فما يجيش بقى بعد كده واحد يبعت لي تريدة ويقول لي انا اتصرف، صعب، ما فيش حد هيطلعك بالمنظر ده. لما تقول لي مين يعني، ما فيش حد هيطلع تجيب له صفقة زي دي وتقول له طلعني وخليها رجعها تاني، عايز اجيب حسابي، صعب، ضيعت وقتك ومجهودك وفلوسك ضاعت، وهتعوز تحط فلوس تانية وتشتغل بنفس الطريقة، هتشتغل لي بوان لط وتو لط وبتاع، مش هينفع. هتتبص تلاقي نفسك عمال بتحط 500 في 1000 في 5000 في 10,000 في 20,000، طالما انت اصلا الخطوة دي ما انتش فاهمها. لو انت ما انتش فاهم الخطوة دي اللي انا بقولها ايه بالظبط، هتعرف. واكيد الناس اللي حصل وياها المواضيع دي فاهمة دلوقتي انا بقول ايه، عشان كده انا بوري لك دلوقتي. انا ببدأ من الاخر، من نهاية الفيلم بقى بجيب لك النهاية، بقول لك المنظر بيبقى كده. فارجوك، فلو حد عنده اي حساب دلوقتي وفي المنظر ده، لازم توقف 3 هيدج وتتعامل مع واحد، تشوف اسهلهم اللي هتطلع منها ايه وتحاول تظبط، ماشي؟ لو انت الموضوع اوت كنترول، يعني مثلا ايه، لو في 1 2 3 4، انا مثلا خسران 20,000 والحساب فيه 22,000 بس، فاضلش الا 2000، يستحسن ابدأ من جديد واقفل التريدات دي كلها وافتحها من وابدأ من اول وجديد. تقول لي ما اصل يعني، انا ساعات بيجي لي ناس يقول لي مثلا حسابي فيه 100,000، دخلت تريدات فيه مثلا درو داون ب 35,000، خرجني. هتخرجه ازاي؟ احيانا بنقعد نعافر، احيانا بروح عامل هيدج في واحدة في التلاتة واتعامل مع واحدة وازود وبزود بطريقة مظبوط. ساعات بتمشي، ساعات بتمشي. يعني كان في واحد حسابه ب2 مليون في اوروبا، وراح داخل صفقة بصيت لقيته عنده 350,000 وبيقول لي خرجني. خدت مننا يعني شهر عشان تطلع ال 350,000، وما كناش بننام، قعدنا ليل ونهار. رحت عامل هيدج في التريدات التانية، ورحت واخد مخلص واحدة، وبعد ما اخلص واحدة بروح فكك التانية اشوف انهي اسهلهم ان في وضع معين وتعملها، وبعد ما تخلص التانية تروح فاتح. بس هتاخد منك وقت عشان
تطلع من الترداد دي، طب على ايه؟ النوبة كلها تعب وتضييع وقت وسهر وما نمناش، قعدنا شهر عشان نطلع الترداد، وفي النهاية طلعنا بعد شهر بالعافية، وبس ضيعنا شهر ووقت ومجهود طبعا، وما كناش بننام. فأنا بقول لك ما توصلش لنفسك للمرحلة دي، لأنه صعب جدا، هتحط نفسك في وضع صعب إن أنت تطلع منه، وهتصعب مأموريتك. أنت داخل مأموريتك داخلة عايز تدخل سهل، ف ظبط امورك والماني مانجمنت والفلوس هتيجي بعد كده. مفيش بقى واحد يقول لي هو ال2 دولار 3 دولار لو دخلت بمايكرو هيعملوا لي ايه، 2 في 5 في 6 في 7 في 8. تمام، واخد بالك؟ فالنقطة دي مهمة جدا. في حد شباب هنا هو عنده حساب ب10,000 او حاجة، يورينا احنا عملتوا كام انتوا في الفترة اللي فاتت، بس بيتبع نظام الماني. ادي حساب اهو من الشباب، واحد حاطط 4,900، شوف اشتغل بكام، 0.1 0.01، حتى 0.1 مش في حسابه، واخد بالك؟ ده الكلام ده من شهر كام؟ ده من شهر 8/19، ماشي. طيب وزود احيانا، وبوينت زيرو فايف وبوينت زيرو تو، شايف شايف المنظر؟ ما تجيش تقول لي بقى ايه هتعمل ايه، هوريك هتعمل ايه، هوريك هتعمل ايه. هات لي بقى الحساب في النهاية، الحساب كام دلوقتي، وهل سحب ولا ما سحبتش؟ لو انت ماشي بوينت زيرو وان وبوينت زيرو وان وبوينت وان والكلام دوت، يعني ايه ماشي بالتريدات اللي هي ايه بوينت زيرو وان بوينت زيرو فايف والكلام ده، عملت ايه في النهاية؟ وري الشباب حسابك دلوقتي فيه كام دلوقتي، 10,000 وهو ايه بماشي ايه بوينت زيرو وان بوينت زيرو تو، يعني حاجات بسيطة. شوف حساب وصل الضاعف في خلال شهرين او 3 بوينت زيرو وان، عشان محدش بقى يرجع يقول لي ايه انا هتعمل ايه بقى بوينت زيرو وان وبوينت زيرو. اذا بقى محدش يرجع يقول لي البوينت زيرو وان هتعمل ايه ومش هتعمل ايه. انت هدفك ان انت عايز تعمل فلوس وشوية شوية والحساب يكبر، ماشي؟ فده النظام اللي شغالين بيه شباب. احنا قلنا محمد مش في اي تريدر دلوقتي، وهو بيقول محدش ياخد التريدات دي، وانا وريتها لكم للناس اللي هي ما من اول مرة تانية. حد دخل معاه اي صفقات؟ محدش يدخل، في 2 بيقولوا لي ان هم دخلوا معاه الصفقات دي. ابعت لي التريدات ونحاول نحلها، نشوف ايه المشكلة وداخلين فين وطالعين فين. انت ما كنتوش موجودين معانا لما قلنا الكلام ده ولا ايه بالظبط؟ مش احنا منبهين من شوية قلنا مفيش حد ما يدخلش ويا الصفقات، وبلغناك وقلنا مفيش حد ياخد الصفقات دي، ان هو في حاجة اكيد عنده. هو دلوقتي نفس الكلام اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية، يعني لو واحد جاب حساب دلوقتي يقول لي انا مثلا -85 وانا معايا 100,000 وخسران 60,000، طلعني هتطلعه ازاي دلوقتي؟ معاك 20 هنا هوت و20 هنا، ومعاك الباوند فرانك 20 هنا هوت، وطالع عليك ده كله، يعني هعمل ايه انا؟ هعمل ايه؟ ما اقدرش اعمل لك حاجة. فانت ما توصلش لنفسك للمنطقة دي. هو ده الكلام اللي انا مثلا كنت بقوله من الاول. الماني مانجمنت يا جماعة مهمة جدا جدا، عشان ما توصلش للحساب. لو انا جبت لك حساب كده وقلت لك خرجني،
تعرف تخرجني من المنطقة دي؟ يعني هل انت تعرف تخرجني من المنطقة دي وانا خسران في التريدة دي 27,000 ولا 30,000، وانا عامل سيل هنا وطلع عليا هنا واقول لك خرجني ومعايا 20 لاط؟ طب حتى يعني بص بقى، هنا انت فاتح 3 جبهات وبتحارب في التلاتة، المفروض تعمل هيدج الاتنين او التلاتة وتشتغل مع واحدة بحيث ان انت تزود تاني، بحيث ينزل تطلع منها تخلص من الاولانية تروح داخل في التانية، بس ما توصلش نفسك للمرحلة دي. يعني دي مرحلة يعني صعب ان انت تطلع منها، فاهمني؟ هو حمد ده هيكلمني بعد شوية يشرح لنا ايه الموضوع اللي حصل، ايه سبب الدخلات بتاعت الصفقات دي والتريدات دي، لأنه هو هيكلمني بعد شوية ويفهمنا الوضع، إن هو أدرى هناك بالوضع اللي عنده، هيفهمنا إيه سبب التريدات دي. شباب، إدارة رأس المال مهمة جدا، فما توصلش لنفسك منطقة خطر صعب إن أنت ما تعرفش ترجع. أنا عايزك عذب الماركت ميكر عشان ياخد منك ال $500، يعني تبتدي بلط صغير قوي قوي وتعمل فلوس، ما تجيش بقى تقول لي 2 دولار هيعملوا ايه، 5 دولار هيعملوا ايه، هيزيد كل ده هيزيد، وانا وريتك اهو عملي ازاي تزود الحساب ب 0.01 0.01، ان شاء الله 3 دولار في 5 في 10 في 3 في 5 في 5، بقيت في نهاية اليوم حسابك زاد 70 80 دولار. نفس الحكاية بكرة تزود، بكرة تزود تزود، هتلاقي الحساب بيزيد. صحيح هياخد مجهود لأن رأس المال صغير، بس ما خسرتهمش. ماشي، طب اخد المكالمة من حمد يا شباب ونرجع لكم تاني. طيب انا دلوقتي فهمت الموضوع ايه، ليه حمد قال لنا ما ناخدش التريدات، ان في دكاترة كانوا قاعدين هناك، الشباب جابوله كان بيدي محاضرة وكده، فالشباب قالوا له ايه، في 2 كويسين قوي فطاحلة وبتاع وايه وعايزين يعملوا تريدات زيك، فقال لهم ماشي اشتغلوا على الحساب اهوت ووروني هتعملوا ايه وكده، لان هو عمل فلوس للشباب وقالوا له هنشتغل بنفس اللط بتاعك، فده السبب ان هما اللي عاملين التريدات دول مش حمد. يعني عشان كده حمد بلغنا وقال لنا من شوية انه محدش يشتغل، انا قلت لكم اكيد في حاجة عنده بس احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. فعشان كده ايه، فالناس الجديدة اللي عنده دول اللي هم قالوا له هنشتغل بنفس اللط بتاعك، هندخل ب20 لط، دخلوا خسروا هنا اهوت في دي وخسروا في دي، وهنا عملوا سل وسل وايه قال لك هتنزل. فكويس ان هو نبهنا. معرفش الناس اللي دخلت بقى، هنحاول نسلك الموضوع ونرجع الموضوع ل حاجة طبيعية. يعني تحاول ترجع الحساب، انا هشتغل مع الناس اللي هي دخلت الصفقات دي وهنحاول نرجع الحساب بيبقى under control. بس انتوا فهمتوا ليه يا شباب ليه الوضع بيبقى خطر في الحالة دي، بصرف النظر مين اللي هيدي التريدة؟ لو انا بدي التريدة ودخلت لي 50 لط و80 لط، تخيل ان في شمعة كبيرة ممكن تجيلك، اعمل حسابك ان انت ممكن تزود، اعمل حسابك ان انت تقدر تدخل ستوب لوس، حاول حافظ على الحساب. ما تبصليش تقول لي انا عايز اعمل 200 دولار 300 دولار في اليوم 400 دولار 5000 دولار في اليوم لان عايز اعمل فلوس، ما بتجيش كده. لازم تملي تحافظ على الحساب، دي وظيفتك كتريدر، لازم تحافظ على الحساب.
فان شاء الله حمد كويس ان انا عملت، هعمل هحاول اضم الفيديوهين بتاع امبارح والنهارده مع بعض على اساس يبقى في فيديو واحد، يبقى الفيديو على بعض وكبير، هيبقى شوية بس عشان يبقى الموضوع لامن بعضه كده. فانا هقول للشباب ما ينزلوهوش الا فيديو واحد، ما يعملوهوش على كذا جزء، بحيث انه ايه اتاكد الناس شافت الفيديو على بعضه، لان بتبقى الصورة واضحة غير لما بتبقى فيديوهات متقطعة. خلاص يا شباب، فان شاء الله يعني ادارة رأس المال مهمة، وانت شفت النتيجة اهي، عشان ما بعد كده ما تخشش برأس مال ايه عالي عالي جدا. ماشي، لو في أي سؤال أنا موجود. فاحنا إن شاء الله هنتابع مع حمد لما السوق يفتح بقى. وأنا قلت لحمد إن هو يتريد بوان لوت بس، يعني بوان لوت، بحيث إن هو يدي فرصة، سواء الرضا عايز يخش، أنا عايز أخش، كله عايز يخش. احنا عايزين نعرف بس الاتجاه بتاع الباوند باي ولا سيل، بتاع النيوزيلندي باي ولا سيل. فلو لقيناه داخل بوان لوت يبقى احنا فاهمين ان هو عامل سيل، لو هو داخل في الاويل يبقى احنا عارفين. مش مهم بقى هو داخل ب 20 لوت على حسابه وداخل ب 50 لوت، المهم احنا عارفين الاتجاه ايه بتاع. ماشي يا شباب، وانا وريتك ازاي مهم جدا ادارة رأس المال عشان تحافظ على الحساب.